طيب جورج، احكي لنا بقى انت كده بقالك قد ايه بتعزف مع شاري؟ تعرفته ازاي؟ بقالك قد ايه اصلا بتعزف؟ انا بقالي قد ايه بعزف؟ انا بعزف وانا في اولى ابتدائي برضه. برضه؟ كنت يعني وانا صغير بسمع الحاجه بعرف اطلعها كده، فبابا ابتدى يجيب لي مدرس. مبسوطه ان انتوا الحاجه اللي بتعملوها من وانتوا صغيرين كملتوا بيها. فده بقالي كده يعني، بقالي كتير بعزف كده يعني. شيري اتعرفنا على بعض معرفه غريبه شويه، مش غريبه يعني، بس ان شيري اتعرفت عليها ان هي بتيجي تاخد دروس بيانو، وانا كنت بديها دروس البيانو. بس هي يعني اتعرفنا على بعض من الحكايه دي، فابتدت تقول لي طب ما تيجي يعني نعمل حاجه، فقلنا ماشي تعالى نجرب، فابتدينا بقى نلعب مع بعض كذا مره كده. طب ما تيجي نلعب بقى. استنى بس اعرف بقى، نسمع بقى. كم سنه؟ كم سنه؟ سنتين مثلا. سنتين تقريبا.